ولسه مكملين حلقتنا الاستثنائية النهاردة وبنتكلم عن عيد الأم، المناسبة الجميلة جدا، وبنقول لكل أم في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله لو هيفهموا لغتنا كل سنة وكل أم طيبة. وصلنا دلوقتي للفقرة الفنية، وكان معانا كمان فقرة فنية قبل كده، لأنه زي ما قلنا إحنا النهاردة حلقتنا استثنائية. معانا النهاردة في الفقرة الفنية اتنين شرفوني قبل كده وسعيد جدا أن أكون معاهم النهاردة. معانا الفنان الممثل الجميل وكمان شيف حلواني قد الدنيا، الفنان عاطف فتحي. صباح الفل يا عاطف. صباح الفل يا استاذ، منور الدنيا. انت اكتر والله، يا ربنا يكرم من عليك. صباح الفل على اللقاء الجميل ده مع حضرتك، وانا مبسوط جدا ان انا قابلت حضرتك. حبيبي انا مبسوط اكتر اني شفتك حبيبي. تاني حبيبي. كمان معانا ممثل جميل جدا وانا بحب قوي 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 اللي بيهتم بالموهبه بتاعته لدرجه انه يدرس ويتعلم، علشان كده معانا كمان الممثل الصاعد اللي كمان طالب في معهد الفنون المسرحيه، محمد العدل. صباح الفل يا محمد. صباح الفل يا باشا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. احنا النهارده بقى مش اول مره نتقابل مع بعض. لا فعايزين ناخد راحتنا. تمام اوكي. ومش عارف ظاهر قدامنا على الشاشه دلوقتي ولا لا. ظاهر اهو. بصوا يا جماعه، في كحك وبسكويت وحاجات جميله كده، بما اننا كمان داخلين على رمضان وعيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب تعالى نبتدي كده مع عاطف. قول لي يا عاطف، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في حاجات كتير، واتكلمنا في بدايات، وهنتفرج كمان على حاجات، هنتفرج على حاجات ليك، شغل ليك على الشاشه دلوقتي ان شاء الله. بس كلمني كده عن، اولا انت شاركت في مسرحيه سيد درويش، ودي مسرحيه مهمه جدا. انا شاركت في مسرحيه سيد درويش والحمد لله، واشتغلت في مسرحيه سحر الاحلام، وعندي اعمال ان شاء الله جايه في رمضان باذن الله. معروض عليا 7 حلقات في فوازير رمضان ان شاء الله مع الاستاذ مجدي عبد الحليم، وان شاء الله باذن الله، وفي حاجه مع الدكتور يحيى الفخراني ان شاء الله في مسلسل باذن الله. معروض عليا ان شاء الله خير بالتوفيق يا رب. طيب قبل ما نكمل فقرتنا معانا مداخله لاستاذ عاطف. طيب نقول الو. صباح الفل. صباح القشطه، عامل ايه يا فنان؟ الحمد لله كله زي الفل. اكلم الاستاذ عاطف فتحي. اتفضل. عرفنا بيك بس. انا شيف وليد ابو خالد. اهلا وسهلا. ازيك يا شيف وليد؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ حبيبي منور الدنيا والله. حبيبي يا شيف وليد، ما تحرمش منك يا رب، ما تحرمش منك حبيبي والله، منور الدنيا حبيبي يا شيف وليد. وان شاء الله كده من توفيق لتوفيق. حبيبي يا شيف وليد، ما تحرمش منك. حبيبي حبيبي، كل سنه وحضرتك طيب. كل هنا بنسلم عليك، والشيف جمال، والدنيا كلها بتسلم عليك. حبيبي سلمنا عليهم كلهم، كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. شكرا جدا ليك. شكرا جدا ليك يا استاذ وليد، وكل سنه وحضرتك طيب والاسره بخير. وانت طيب يا حبيبي. الله يبارك لك. الله يبارك. اتفضل اتفضل. طيب نرجع بقى لمحمد. محمد انت قلت لي المره اللي فاتت، ان مثلك الاعلى سامح حسين. نفسك بقى تشتغل مع مين في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ انت طالب في فنون مسرحيه، فربنا يوفقك يا رب، وقبل ما تخلص المعهد تبتدي تشتغل، وبعد ما تخلص كمان ان شاء الله تشتغل. نفسك بقى تشتغل مع مين غير سامح حسين؟ والله اولا نفسي امثل مع الزعيم طبعا. تاني حاجه بحب طبعا النجوم الكوميديانات، احمد حلمي، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز. جميل، نفسي اشتغل معاه. كويس. قول لي كده، بما انك طالب في المعهد، تفرق كتير عن انه حد يعتمد على موهبته بس، وعلى ان حد يتعلم، سواء مش شرط طبعا المعهد فنون مسرحيه بس، ممكن تتعلم دراسات حره او تاخد ورش تمثيل وهكذا، تفرق عن انك تتعلم وعن انك تعتمد على الموهبه بس؟ طبعا المعهد مهم جدا، غير الموهبه ما مش الوحيده، مش كافيه، لازم تنميها بالدراسه. تمام، كويس قوي. طيب هرجع لمحمد تاني علشان هو برضو عمل مسرحيه مهمه جدا. ماشي، بس تعالى بقى نروح للشيف والممثل الجميل عاطف. قلت لي طبعا تحب تشتغل مع مين، وخطواتك اللي جايه كمان. انت شغال دلوقتي في براند شهير جدا. انا شغال، وفي نفس الوقت ليك شغلك الخاص. كلمني بقى عن ده، وكمان بتوفق ما بين ده وده ازاي؟ انت ما شاء الله شيف شاطر جدا، وجايب لنا حاجات حلوه، وانا هاخد الطبق ده النهارده بالذات. فعلا وشيف ربنا يكرمك. هو المنتج ده مثلا انا عامله عندي في المحل مخبز وحلواني سيليزون خلف سور دار الدفاع جو مدينه نصر، اول عباس العقاد. فما انا اصلا شيف ماسك في اتوال الباتيه والكروسان والحوادق، وبمناسبه شهر رمضان الكريم داخل بقى علينا كمان، الكحك والبسكوت في رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين. وبنقول لكل الناس، الشعب المصري يعني، اللي يحب ياكل كحك وبسكوت مش هيلاقي بعد اتوال، لان اللي مش هياكل من اتوال مش هيجي له راحه بال. يا سلام عليك. تمام جدا. ماشي، يمكن واحنا بنتكلم دلوقتي هيبقى بيتعرض فيديوهات لعاطف ولمحمد، بس تعالى نرجع لمحمد تاني. محمد كلمني بقى عن مسرحيه، انت عملت مسرحيه اسمها عقد مع الشيطان. كلمنا عن المسرحيه دي، جات لك ازاي، واول وقفه بقى على خشبه المسرح عامله ازاي؟ والله جات لي من المخرج مصطفى سليمان، كلمني وقال لي في عرض شغال بس محتاجين ناس، فاضل لسه ما سكنتش. فروحت حضرت العرض،
والمسرحيه كانت من اخراج مصطفى سليمان وسامح بسيون. اللي وقفت المسرح بقى لاول مره كده وانت كمان لسه في سنه اولى صح، فلسه ما اتعودتش على وقفه المسرح والكاميرا، كنت حاسس بايه بقى؟ طبعا رهبه كبيره، وطبعا اول مره اقف قدام جمهور واتكلم. لا حاجه طبعًا. وبعدين كنت داخل حافظ اصلا، اول ما وقفت قدام الجمهور نسيت كل حاجه. نسيت كل حاجه تمام. واحده واحده هتلاقي الموضوع بعد كده بالنسبه طبعًا. لك سهل زي ما احنا كده بالظبط، اول ما بنطلع في الاعلام لاول مره وفي تاني مره اكيد مش زي عشر مره وبعد سنه وبعد سنتين وهكذا. طيب نرجع تاني لعاطف، قول لي بتوفق ازاي ما بين انك ما شاء الله شيف شاطر وفي نفس الوقت داخل حاجات الفتره اللي جايه وفي نفس الوقت كنت بتعمل مسرح كتير وبتعمل فيديو كتير، بتوفق ازاي ما بين الاثنين؟ والله انا عامه الحمد لله وتوفيق كله من ربنا، يعني ما حدش بيده حاجه، ده كله بتاع ربنا. لكن انا بقوم ان شاء الله الحمد لله بقوم الساعه 6 ونص الصبح صباحا، اروح على شغلي الساعه 4 5 بخلص شغلي، اطلع على المسرح اعمل بروفتي او العرض اللي احنا هنعرضه، وبحاول اوفق بين الاثنين. بس انا عندي الفن والتمثيل ده وهي جامده قوي ومتمسك بيها. فما اول ما بيجي لي شغل بحاول ان انا اروح الصبح بدري عشان اقدر اخلص شغلي بدري عشان اقدر اروح المسرح او التصوير اللي عندي. كويس جدا. الحمد لله يعني، وربنا كرمني الحمد لله ونحمد الله على كل حال. تمام، يا رب بالتوفيق ليك يا رب سواء في الشغل او في الهوايه. ربنا يكرمك. طيب محمد كلمني بقى عن خطواتك اللي جايه، ايه اللي انت بتفكر فيه بقى الفتره اللي جايه وناوي تشتغل مسرح اكتر ولا كاميرا؟ يعني كلمني كده عن الخطوات اللي جايه في المستقبل. لا مسرح انا جاي اللي معروض عليا مسرحيه في اسكندريه، مسرح بدريه طلبه، بس لسه ما عرفتش اي تفاصيل عنها، قريب ان شاء الله رايح كمان اسبوعين. كويس جدا. فكرت ان انت تاخد حاجات خارج المعهد، يعني تحضر ورشه مع حد بعيدا عن الدراسه الاكاديميه الرسميه، فكرت ان انت تعمل ده او بالفعل؟ انا كنت مع نجم محمد البياع وخدت ورشه مع احمد خالد وورشه مع محمد نميل منيب. جميل، كويس قوي. دي جانب الجانب المعهد. حلو، يمكن احنا دي دايما رساله بنوصلها لكل موهبه، ان انت ما تعتمدش على موهبتك فقط، لان مهم جدا ان انت تثقلها بالدراسه. تثقلها بالدراسه بالظبط كده. طيب قبل ما اروح لعاطف معايا مداخله تاني، انا نسيت الاسم انا اسف يا جماعه، بس معانا مداخله الشيف جمال. صباح الفل يا شيف جمال. صباح الفل. اللهم بمصر طيبه. امين يا رب، كل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير. كل سنه وحضرتك طيبين ومنورين الدنيا كلها والله. ربنا يخليك يا رب. عايز تقول ايه لعاطف بقى؟ ايوه الفنان عاطف بقى ده حلواني مصر، ده راجل من اللي بلاش اقول يعني عليه، والتاريخ هو اللي بيحكي عليه هنا طبعا. واللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. واللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. صحيح. حبيبي يا شيف جمال، صباح الفل عليك. يعني اخويا وحبيبي. ده شيف جمال ده يبقى اخويا يا جماعه بالمناسبه. واسلام على فكره، بعت لك السلام كبير قوي اسلام ابن اختك. حبيبي كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل ام في مصر طيبه، وكل سنه وكلكم طيبين. حبيبي كل سنه وحضراتكم طيبين، وانا سعيد اني سمعت صوتك. عايزين نشوف الحاجات الحلوه بتاعتك في رمضان داخل اهو ان شاء الله باذن الله. يلا شفنا كده، روقنا كده ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، ودوا الناس الحاجه الحلوه اللي عندك كده، عايز الناس برضه تروق عليها. والله انا عايز اكلها على الهوا بس مش ينفع عشان اعرف اتكلم. تمام، شكرا جدا. ان شاء الله. شكرا شكرا جدا ليك، شرفتنا. ربنا يخليك. طيب ما شاء الله، يعني مكسر الدنيا في كل حته. الحمد لله. تمام. الحمد لله، ده فضل من ربنا. انت بقالك كتير شغال صح؟ ودعا والدتي ليا. انا عامه انا شيف من سنه 92، انا داخل المجال شيف، مسكت رئيس قسم الخباز بدار الدفاع الجوي سنه 2010 لحد 2018، ومسكت اتوال من 2018 لحد دلوقتي الحمد لله. فما نحمد الله يعني، وليا محل الخاص بتاعي والحمد لله كويس، الحمد لله شغال بين الطرفين وبقدر اوفق بين الاثنين. تمام. بس احنا عايزين نقول للام الطيبه، ايوه، كل سنه وهي طيبه، لوالدتي. وبالمناسبه احنا على الهوا يا جماعه، عيد ميلاد الحاج النهارده والدي، وبقول له كل سنه وانت طيب. وانا عيد ميلاد والدتي النهارده. وانت عيد ميلاد والدتك كل سنه. في ايام غريبه دي. انا لسه عارف الموضوع النهارده، بس انا اختي كلمتني بالصدفه. بقول له كل سنه وانت طيب واحنا على الهوا يا حاج، وربنا يطول في عمرك يا رب ويديك الصحه انت والحاجه، واشوفك يا رب في احسن حال دايما يا رب. شكرا جدا ليك يا عاطف. محمد بقى عايز تقول ايه بقى للاسره قبل ما نختم لقائنا، وقول لي كده دورهم معاك علشان بعد كده نختم على طول. والله هم من ناحيه دورهم، فهم دورهم كبير جدا في حياتي، ودعمني طول عمرهم، وفرحوا طبعا لما طلعت اول برنامج. وبقول لوالدتي كل سنه وانت طيبه، ودايما منوره البيت، وتفرح بيا كده ان شاء الله. امين يا رب العالمين. حاجه مهمه جدا انه دايما نلاقي ناس في ظهرنا
بتدعمنا في كل اللي احنا بنفكر فيه وفي كل الخطوات اللي احنا بناخدها في حياتنا، سواء من ناحية الحاجات اللي بنحبها والأحلام اللي نفسنا نحققها، أو من ناحية حتى حياتنا الشخصية، أو من ناحية كمان شغلنا، إن يبقى في ناس دايما واقفة في ظهرنا وبتدعمنا. أنا طبعا كنت سعيد جدا إن انتم شرفتوني للمرة الثانية، وإن شاء الله بعد كده نقعد مع بعض وقت أطول وفي مناسبات تانية كتير. وهنخلص دلوقتي، بس قبل ما نختم هنقول من دلوقتي للحلقة الجاية هناخد بريك ونفصل شوية. We'll be right back.